يا حضني في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة، ونجاهر حبك علن يا عمان. طابت أوقاتكم مشاهدين الأعزاء بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة الليلة من برنامج من عمان. نرحب كذلك بكل من انضم في هذه اللحظات لمتابعتنا، أهلا وسهلا بكم جميعا. سنتحدث في هذه المحطة عن الأمراض المزمنة، شفى الله الجميع وعافى الجميع من كل سوء ومكروه. هناك حملة تنظمها وزارة الصحة همتك معنا أيضا للتوعية والوقاية من الأمراض المزمنة. حديثنا مع الدكتورة ابتسام بنت حمد الغسانية، طبيب اختصاصي صحة عامة، أخصائية سكري وتعزيز صحة بمركز النسيم الصحي. دكتورة أهلا وسهلا بك معنا. اهلا وسهلا اخ الكريم، ومساء الخير لمشاهدينا ومستمعينا الكرام. حياك الله دكتوره. طبعا من خلال مسمى الامراض المزمنه، امراض تدوم طويلا وتبقى مع المريض لسنوات طويله، لكن ما ابرز واكثر هذه الامراض شيوعا؟ نعم، تعتبر الأمراض المزمنة أو الأمراض غير المعدية من أكثر الأمراض انتشاراً على مستوى العالم، وتشكل تحدي كبير وعبء أيضاً على الكادر، على القطاع الصحي. وهي أحد المسببات الرئيسية للوفاة، وعلى رأسها أمراض القلب والشرايين، حيث تتسبب طبعا الأمراض غير المعدية فيما مجملها بنسبة 70-80% من الوفيات سنويا. ما شاء الله. وأكثر الأمراض طبعا انتشارا أمراض السكري، أمراض ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، السرطان، أمراض التنفسية. وهذه أكثرها شيوعا. بما أنها الدكتورة بهذه الخطورة، بالنسبة لي كيف من الممكن الحد منها؟ هي طبعا يعني تكمن خطورتها أن هي أمراض مزمنة، يعني أول ما يتشخص الشخص أنه عنده أي نوع من هذه الأمراض فيكون معاه مدى الحياة. فمهم جدا طبعا السيطرة على هذه الأمراض في وقت مبكر لتفادي المضاعفات. طبعا معظم المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض هي يعني مضاعفات تتعلق بالقلب والشرايين. عفوا سؤالك يعني دكتورة، هناك عوامل ربما قد يمكن السيطرة عليها، لكن هناك عوامل قد تكون لا يمكن السيطرة عليها، كالعوامل الوراثية مثلا. في عدة عوامل يعني تساعد أو تؤدي إلى حدوث هذه الأمراض. في عوامل الفرد ممكن إنه يتحكم فيها، وبالتالي ممكن يعني يكون عنده خيار إنه يختار طبعا خيار صحي أو لا. وفي عوامل يعني يمكن يكون من الصعب مثل ما ذكرت أنت، إذا كانت تتعلق بالوراثة أو جينات أو كذا. لكن هي معظم العوامل خطورة يعني يمكن تفاديها ويمكن تجنبها، وبالتالي يمكن أن الشخص يقي نفسه أو يتفادى الإصابة بهذه الأمراض. ممكن بشكل عام نقسمها إلى عوامل تتعلق مثلا بالبيئة، عوامل تتعلق بالفرد. عوامل بيئية يعني مهم أيضا أنه البيئة تكون داعمة لاختيارات صحية، يعني الشخص يكون عنده خيار أنه يختار خيارات صحية أكثر من أنها تكون خيارات غير صحية. وفي عوامل أيضا ممكن أنها تؤثر مباشرة أو غير مباشرة بالصحة، مثل مستوى التعليم للفرد، مستوى المعيشة، المستوى الثقافي للمجتمع بشكل عام. هذه كلها أيضا من شأنها أنها تؤثر في الصحة بشكل عام. فيما يتعلق بالعوامل اللي هي تتعلق بالفرد، مثل ما ذكرت في عوامل لا يمكن أنه إحنا نسيطر عليها أو ما نقدر نغيرها.
مثل وجود تاريخ في العائلة، يعني مثلا إذا كان في عندنا حد مصاب مثلا بالسكري أو بالضغط، فالشخص يكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، بس لا يعني أنه هو راح يصاب، لكنه يكون أكثر عرضة مقارنة مثلا بشخص ما عنده تاريخ في الإصابة بالعائلة. عامل آخر أيضا مثل العمر، يعني التقدم في العمر أيضا يزيد من فرص الإصابة بهذه الأمراض. وعامل آخر الجنس، يعني مثلا في أمراض أكثر شيوعا في الرجال منها من النساء، مثلا أمراض القلب والشرايين تكون أكثر مع الرجال. طيب دكتورة، إلى أي مدى يلعب أسلوب الحياة والممارسات اليومية دور أيضا في مضاعفة حدة الأمراض المزمنة؟ أيوة. طبعا هي يعني معظم العوامل إذا ممكن إنه يعني تندرج تحت نمط الحياة، يعني نمط الحياة تلعب دور كبير في الوقاية وفي الإصابة بالأمراض المزمنة. نعم. مثلا قلة ممارسة النشاط البدني، التغذية غير الصحية، تعاطي التبغ والكحوليات، وهذه بدورها تؤدي إلى اضطرابات أو اعتلالات في مستويات السكر، الكوليسترول في الدم، ارتفاع في الضغط، ممكن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهذه أيضا بحد ذاتها يعني زيادة الوزن والسمنة وحدها عالم من المشاكل ومرتبطة بمشاكل ومضاعفات صحية لاحقا. فإذا وفي أيضا عوامل أخرى مثلا اضطرابات في النوم، أيضا يعني ثبت أن اضطرابات النوم أيضا ممكن أنها تتسبب في ارتفاع في مستويات السكر والضغط والكوليسترول، وأيضا تتسبب في زيادة في الوزن والسمنة. نعم. وغيرها من المشاكل الصحية. طيب دكتورة، من خلال حملة همتك معنا، كيف تساهمون خلال هذه الحملة في التوعية فيما يتعلق بالنظام الغذائي والنشاط البدني وغيرها من الطرق الوقائية للمجتمع بشكل عام؟ يعني في أول شيء في حملات تثقيفية كثيرة يعني على مستوى المجتمع، وفي أيضا يعني حملات تثقيفية أو جلسات تثقيفية مع الأفراد وممكن داخل المؤسسات الصحية. فمهم جدا طبعا نشر الوعي والتثقيف الصحي بحيث أن الشخص يكون عنده المعلومة الصحية الصحيحة لاتخاذ قرار صحي. أيضا يعني في المؤسسات الصحية تتوافر خدمة اللي هي الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، فضروري جدا أن الشخص أيضا يبادر أنه يفحص عن هذه الأمراض. نعم. يعني يروح إلى أقرب مؤسسة صحية، وخصوصا إذا عنده عوامل خطورة، ويقوم أيضا بفحص أو قياس لضغط الدم، عمل فحوصات، وبعدها يتلقى المشورة المناسبة حسب نتائج الفحوصات، وإذا كان يحتاج تدخل في هذاك الوقت أو أنه فقط نطمئنه أنه فحوصاته جيدة. طيب دكتورة، أنت ذكرتي فئة مهمة وتكون عرضة لمثل هذه الأمراض المزمنة وهي فئة المتقدمين في السن، إلى أي مدى هذه الفئة تلمسون تجاوبهم أيضا مع النصائح الطبية في الالتزام بمواعيد الأدوية، في ممارسة النشاط البدني قدر الإمكان، والكثير من النصائح في هذا الجانب؟ هما يعني يمكن يكون هذه الفئة بالعكس يعني أكثر استجابة للنصائح الطبية، خصوصا فيما يتعلق يعني بالأدوية. يمكن هو من التحديات التي نواجهها مع المرضى هو الجانب الغذائي، يعني يشكل تحدي كبير بالنسبة لنا. يمكن إحنا يعني مجتمعنا مرتبط بعادات وتقاليد، غير أنه ارتباطنا في مناسبات اجتماعية كثيرة. نعم. فيعني الغذاء شيء أساسي، يعني تنوع في الغذاء. فيعني نواجه تحدي طبعا في إقناع المريض في تغيير عاداته الغذائية، تقليل مثلا من النشويات، السكريات، ممكن يعني زيادة أكل الخضروات. فيمكن هذا من التحديات اللي نواجهها خصوصا مع كبار السن. يمكن لأصغر سنا يتقبلوا النصائح، وسهل أنهم يتقبلوا
يغيروا من نظام نظامهم الغذائي. لكن يعني مع الوقت يعني تكسب انت المريض ويكون في ثقة النصائح. فيكون في ايضا يعني يتقبلوا بالضبط. ايوه. وفي مرضى يعني ما شاء الله عليهم من اول جلسة خلاص هم مستعدين للتغيير، وفي مرضى لا يعني ياخذوا سنوات. تحية لكم دكتور على جهودكم وجميع الأطقم الطبية طبعا في كافة المجالات، هذه الجهود الكبيرة خدمة للمرضى وحفاظا على سلامة المجتمع من كافة الأمراض. شكرا لك الدكتورة ابتسام بنت حمد الغسانية، طبيب اختصاصي صحة عامة، أخصائية سكري وتعزيز صحة بمركز النسيم الصحي. شكرا جزيلا لك يا دكتورة، بالصحة والعافية إن شاء الله للجميع. التقرير القادم إلى جوانب تاريخية بالتحديد حول متحف التاريخ الطبيعي.